هنفتح مع بعض سورة الفاتحة وهنتدرب على قراءتها في المصحف. مع الطفل العبقري هدفنا جيل واعي وشعرنا خير البناء، بناء الأبناء. أول حاجة يا شباب في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ اللي هي الآ ديت، الآ في القرآن كله، الآ في القرآن كله بتتنطق بتتنطق ايه؟ يعني ما اقولش خالص. القرآن كله الآ بتتنطق ايه؟ عشان تفتكرها انت في الامان يا مان، انت في الامان يا ايه؟ يا انت في الامان، ما ينفعش اقول له انت في الامان، ينفع؟ فانت في الامان يا ايه؟ يا مان. فكلمه يا شباب او حرف الآ المفتوح دايما في القران كله مش اسمه ايه؟ وخلي بالك في النطق وانا بنطقه كده بقول ايه؟ بقول ايه؟ انت في الامان يا مان، انت في الامان يا ايه؟ يا مان. يبقى دايما اعوذ، والذال بتاعت اعوذ بطلع فيها لساني، ثلاث حروف بطلع فيهم لساني، الذال والثاء والظاء. تاني الذال والثاء والظاء بطلع فيهم طرف لساني ومنطقهم. اعوذ اعوذ، اسمع كده اعوذ. اعوذ بالله من الشيطان. الشيطان فيها خطا كبير ان لما حد يجي ينطقها يقول لك الشا 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 الشا، دايما شا في القران كله. زي ما بقول انا عايز اشرب شاي، اشرب ايه؟ شاي. وواحده اسمها شيماء، يبقى اعوذ بالله من الشيطان. اعوذ بالله من ايه؟ من الشيطان. ها تاني، اعوذ بالله من ايه؟ الشيطان. الشيطان، تمام كده؟ اسمعها كده مع بعض. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هقولها تاني لوحدي وهتقولوها ورايا كمصحف معلم زي ما بقول بالظبط. ركز في السماع كويس جدا، لان لو هتسمع صح هتنطق صح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما اخش على بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ركز قوي في بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خطأ في الرحيم ان انا بطول الراء، بطول المد بعد الراء، والار بسم الله الرحمن الرحيم. لا، قط او نتش او خطف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الحمد، اللام ما بقلقلهاش، ما بقولش ألا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ركز. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم. ركز في مالك، فيها خطأ شائع، الأغلبية فينا بيسكن الكاف، بقول مالك يوم الدين، وهي ما هيش مالك، هي إيه؟ مالكي. طيب ليه إحنا بنسكن؟ لأن الكاف تحتها كسرة، جه بعدها الياء فوقها فتحة، فمن الكسرة للفتحة بيروح جاي مميحها في النص ومسكنها، خلاص؟ لكن أنا أدي الكسرة حقها وأدي الياء حقها، إزاي؟ مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك، ركز، إياك فيها خطأ شائع إن إحنا ممكن ما نشددش الياء، نقول إياك. إياك من غير تشديد الياء معناها ضوء الشمس، إنما لما أقول إياك نعبد يعني يا رب إياك أنت نعبده، ولما نقول إياك نستعين يعني يا رب إياك أنت نستعين، يعني نقصدك أنت يا رب بالإيه؟ بالعبادة والاستعانة. لكن في إياك لازم توضح التجديد، توضح الإيه؟ التجديد. يعني إياك. إياك.
أسمع إياك. إياك. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط. اهدنا الصراط. بص يا شباب، الصاد فرق ما بينها وما بين السين. الصاد فرق ما بينها وما بين الايه؟ السين. السين تتنطق زي ست الستات. في الصراط يا شباب، الصراط الصاد ادا حقها. اهدنا الصي، اهدنا الصراط، والطاء طاء. الطاء ايه؟ طاء. اهدنا الصراط. اهدنا الصراط. ركز بقى، من الطاء، الطاء مفخمه، واللام اللي هتيجي بعديها بتاعت المستقيم مرققه. ازاي اخلص الطاء المفخمه من اللام المرققه ديات؟ ركز معايا كده، لما الدنيا تكون مشتيه جامد يقول لك الدنيا شتا طل. الدنيا شتا ايه؟ طل. بص بقى، طل. ها طل. لا اسمع، شوف الشكل ده على طل. ها، اهدنا الصراط طل. ها هنركب على بعضها بقى. اخلص الصاد المفخمه والطاء المفخمه والراء المفخمه في الصراط، وعند المستقيم السين مرققه ست الستات. ست الستات، السين بنطقها زي عبارة ست الستات. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. هحتاج اضرب عليها تاني. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. أه؟ ركز يا شباب، وركز في الطاء واللام. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. لسه في ناس ما بتجيبهاش معايا. الصراط الصراط اتدرب معايا. طل. طل. الحركه دي مهمه جدا والسرعه فيها مهمه جدا. الصراط اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت، النون ما قلقلهاش، النون أظهرها بس. أنعمت. أنعمت. ما أقولش أنا. أنعمت. أنعمت. إيه الفرق ما بين اللي قلقلها واللي ما قلقلهاش؟ ركز معايا، إن أنا لو نزلت لساني قبل ما صوت الحرف يخلص هتقلقل مني. يعني لو قلت أنا، لساني فين دلوقتي؟ تحت، فلنزل، لو نزل يقلقل. إنما أنا مش هنزله لما صوت النون يخلص. أن، لساني فوق أهو، ما نزلش. أنعمت. أنعمت. صراط الذين أنعمت. صراط الذين أنعمت. ركز. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. فعليهم ما ميعش الهاء المكسورة، ما قولش عليهم، ماشي، ما ميعهاش، هديها حقها. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. ألف به تجويد وألف به قراءة، اوعى تنسى تطلع لسانك في الذال اللي هي الدال عليها نقطة، والثاء اللي هي الطبع عليها ثلاث نقاط يا سيدة لطفي، والظاء اللي هي الطاء اللي عليها نقطة. الثلاث حروف دول اوعى تنسى ما تطلعش لسانك فيهم. يعني هنا صراط الذين زي 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 من غير ما طلع طرف لساني. الدال الذال لو ما طلعتش فيها لساني هتتحول لزاي اللي هي راء على ايه؟ نقطة. لكن لازما في الدال اللي هي الدال اللي عليها نقطة الذال بطلع فيها لساني. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. ركز بقى في غير المغضوب عليهم. الباء مكسورة بتاعت المغضوب وبعدها العين مفتوحة، فكله
او الاغلبيه ليسكن الباء يا استاذه فاضل. المغضوب ها المغضوب عندك الباء مكسوره وبعدها عليهم العين مفتوحه. ايه اللي بيحصل؟ ان احنا بنميع الباء بنخليها لا هي فتحه لا هي مكسوره ولا هي مفتوحه بل بنسكنها او ما بين بين. لكن ركز الدحقه بقى، غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين ولا الضالين. ست حركات يا شباب. تمام، هجيب الفتحه من اولها تاني، هقرا الايه لوحدها وهتقرا ورايا صح كان مصحف معلم، وركز ومش هدقق ولا هصحها معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين. هتسمعوا مني سورة الفتحة لوحدي، وبعد كده هطلع منكم نماذج هيطلع هيقرأ سورة الفتحة معايا جنب هنا. ماشي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسمع مين مين يقول لنا سمعنا هنا؟ نسمع الفتحة كده من عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مين تاني يا شباب يسمعنا صوته؟ استاذ لطفي ممكن؟ ها مين من الشباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحيي السيد لطفي. هنسمع محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اسمك ايه؟ محمد حلمي. منين يا احمد؟ المحط. ما شاء الله، ابن الاستاذ محمد حلمي رفاعي، شكلك رفاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حي محمد. لكن في محمد بأكد عليه بس يظبط الطاقات، ها تعالى يظبط الطاقات ويظبط المدود. تمام، هو متأثر بقراءة. تفضل، اسم حضرتك ايه؟ يوسف. طيب هتسمعنا ايه دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مع التسل العبقري هدفنا جيل واعي وشعرنا خير البناء، بناء الأبناء.